قمة مصرية يمنية اليوم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد ربه منصور هادي بالقاهرة. تواصل جهود البحث عن ناجين في انفجار بمستودع أسلحة في محافظة إدلب السورية آخر معقل للمعارضة المسلحة. البنك المركزي التركي يعلن توفير السيولة الضرورية في ظل هبوط قياسي في قيمة الليرة على خلفية التوتر مع واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل للأخبار. تعقد اليوم قمة مصرية يمنية بالقاهرة حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان على أهم الملفات والموضوعات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس اليمني وأيضا أثناء مباحثاته المنتظرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القيادتين السياسيتين في البلدين. آخر لقاء كان قد جمع الرئيسين كان في أبريل الماضي على هامش القمة العربية التي استضافتها السعودية. هذا هو اللقاء الأول من بعد هذا اللقاء الأخير. دائما ما تحرص القيادة اليمنية والرئيس عبد ربه هادي منصور على إطلاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات الأوضاع في اليمن سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد الإقليمي. في هذه القمة من المنتظر أن تستكمل مشاورات الزعيمين حول آخر المستجدات اليمنية فيما يتعلق باستتباب الأمن والاستقرار للشعب اليمني. ودائما ما يؤكد السيد الرئيس على اهتمام مصر ودعمها لكل ما يؤدي إلى استقرار ووحدة وسلامة وأمن الشعب اليمني والحفاظ على مقدرته. مصر دولة فاعلة في محيطها الإقليمي ومن الضروري أن يتم التشاور مع قيادتها السياسية حيال كل هذه المستجدات، خاصة وأن السيد الرئيس كان قد استقبل الأسبوع الماضي سمو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لتكتمل سلسلة التشاورات بين الدول القائدة والرائدة في المنطقة ما بين مصر والسعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. ودائما ما تؤكد القيادات السياسية في كل في هذه البلدان الثلاث على وحدة وأمن واستقرار الشعب اليمني وضرورة التنسيق والتشاور بين القيادات السياسية في كل هذه البلدان لكل ما يؤدي إلى استقرار المنطقة ومن بينها تسوية الأزمة اليمنية، تسوية سياسية تضمن مقدرات الشعب اليمني. بعد المباحثات سواء المغلقة أو الموسعة بين الزعيمين سوف يعقد الرئيسان ولأول مرة مؤتمرا صحفيا يتحدث الرئيسان خلاله أو خلاله في كل وسائل الإعلام الصحفية أو الإعلامية حول ما دار من مباحثات وحول ما تم التشاور والتنسيق حياله. هذا المؤتمر سوف ينعقد من بعد ظهر اليوم وسوف نكون في متابعة مستمرة مع شاشة النيل حول كل ما يخص هذه القمة المصرية اليمنية. نعم بالتأكيد، شكرا جزيلا مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان. استضافت اليوم العاصمة السعودية الرياض مؤتمرا رفيع المستوى لمناقشة مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية بمشاركة وفود مجموعة الدول 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن ومجموعة أصدقاء اليمن. وخلال كلمته في المؤتمر أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني أن ميليشيات الحوثي مارست أسوأ أنواع الانتهاكات بحق الشعب اليمني وعرقلت الجهود الساعية لخروج اليمن من أزمته. وأضاف الزياني خلال مؤتمر رفيع المستوى في الرياض لمناقشة أن دول الخليج ساندت المساعي للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. ومن جانبه قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أن الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران شكل تهديدا لليمن وأشقائها، مضيفا أن عاصفة الحزم أنقذت اليمن من واقع مؤلم. تمكنت الأجهزة الأمنية من
ضبط 6 من العناصر الإرهابية خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد، ومن بينها كنيسة السيدة العذراء. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسترد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء، ومن الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل لحرم الكنيسة لتنفيذ مخططه الإرهابي، وحيث تراجع حال مشاهدته للإجراءات الأمنية في محاولة لإيجاد حل بديل، وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته ما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة. تفقد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج عمليات تسكين أفواج الحجاج القادمين من المدينة المنورة، والتي تمت في سهولة ودون أي تكدس، وذلك بفضل نظام الباركود الذي تم استحداثه هذا العام للمرة الأولى للتيسير على الحجاج. ووجه الرئيس التنفيذي لبعثة الحج كافة الضباط في كافة الفنادق المتعاقد معها لحجاج القرعة بالتواجد المستمر مع كافة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم. يتوافد حجاج بعثة القرعة من القاهرة ومن المدينة المنورة صوب مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. 22 فندقا تم اختيارهم بعناية لإقامة هؤلاء الحجيج، ترتكز في محيط الحرم المكي على مسافات متفاوتة. وللاطمئنان على مدى راحة الحجيج في سكنهم هذا، كانت الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية تحدث معهم واستمع إليهم وإلى مطالبهم. دول اللي هم الحجاج اللي قضوا 4 أيام في المدينة وقاموا الصبح النهاردة ووصلوا بسلامة الله للفندق هنا. زي ما حضرتك شايف السادة الضباط في انتظارهم، بيتم تسكينهم عن طريق المنظومة اللي احنا كنا عملناها اللي هي بتاعت قارئ البيانات من الباركود، كارت التعارف اللي بيبقى موجود على صدر الحج، وبياخد على طول مفتاح اوضته وبيطلع على الاوضه بتاعته على طول. موجود حاليا 22 ألف حج
في المملكة العربية، منهم 18,000 في مكة المكرمة و 4,000 في المدينة المنورة. داخل كل فندق خاص ببعثة حجاج القرعة مجموعة من الضباط يعملون على توفير أقصى راحة ممكنة للحجاج. نستقبل الحج لغاية الرقم الغرفة بتاعته، بيجي ضابط تاني بيسلمه إلى وجبات الجافة المخصصة له، وبيبقى فيه إضافة لذلك كرتونة مية لكل حج. مفيش شكاوي ظاهرة، كلها حاجات بنقدر نسيطر عليها. نطمن كل حجاجنا هنا وأهاليهم في مصر إن البعثة كلها الحمد لله بخير. الحجاج أبدوا سعادتهم بالخدمة المقدمة لهم حتى اللحظة، ومن اهتمام من القائمين على بعثة حج القرعة بهم. الإجراءات منظمة، وجينا لقينا المندوبين مستنيين على باب المطار، وصلونا لحد الأوتوبيسات بانتظام، والدنيا كويسة الحمد لله. وجماعة هنا صراحة بيخدموا خدمة ممتازة، وبعدين في أي وقت تلاقيهم نازلين في فندق قريب من الحرم، والحمد لله كل شيء تمام، والضباط الموجودين بصراحة قايمين بدور حلو قوي. وصلنا أهو الحمد لله في الاستقبال، أهو واقفين، والحمد لله شنط نزلت وخدناها بما يرضي الله، مرتاحين كل الراحة. أنا ما توقعتش إن القرعة هيبقى فيها أتوبيسات حلوة وتكييفات حلوة وخدمة حلوة والضباط للنهار موجودين. طلائع الحجيج تتجه صوب البيت العتيق ملبية نداء الله لخليله إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وسط هؤلاء المصريون الذين اختلطوا معهم واتحدوا على طلب المغفرة من رب غفور رحيم. من مكة المكرمة، عبدالله بركات، النيل. تتواصل عمليات الإنقاذ في بلدة سرمدة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، وذلك للبحث عن ناجين غداة انفجار مبنى سكني يعتقد أنه يضم مستودع أسلحة وذخيرة بشمال محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة. وقد تسبب الانفجار في مصرع 39 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، فيما أصيب العشرات من سكان المبنى الذي يقطنه نازحون. وقد تم انتشال 10 أشخاص أحياء من تحت أنقاض المبنى، إلا أنه لم يعرف بعد سبب الانفجار. أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة عقد قمة رباعية بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا في أنقرة لبحث الأزمة السورية. ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية سيرجي لافروف اليوم زيارة إلى أنقرة تستمر على مدار يومين لبحث ترتيبات الاجتماع الرباعي مع نظيره التركي. تعهد البنك المركزي التركي بتوفير كل السيولة التي تجتاحها البنوك للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل هبوط قياسي في قيمة الليرة التركية على خلفية التوتر مع واشنطن. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر تدهور الليرة مؤامرة سياسية ضد بلاده. وسط مخاوف بشأن تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته على السياسة النقدية للبلاد، تواصل مسلسل انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لتتسبب في حالة ذعر في السوق المصرفي التركية، والتي نالت أيضا بعضا من أسهم البنوك الأوروبية. ووسط الخلاف المتزايد بين بلاده والولايات المتحدة، وصف أردوغان تدهور عملة بلاده بأنه مؤامرة سياسية ضد تركيا على حد قوله. وقال الرئيس التركي إن أنقرة سوف تتحول إلى أسواق وشراكات وتحالفات جديدة ضد من وصفهم بأنهم يشنون حربا تجارية على تركيا. وخسرت الليرة التركية أكثر من 16% من قيمتها لتسجل تراجعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، فيما تتصاعد التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا، بينها احتجاز قس أمريكية وتعاون واشنطن مع مقاتلين أكراد في سوريا. وبحسب محللين، فإنه على الرغم من أن العقوبات الأمريكية ضد أنقرة أثارت أزمة فورية، إلا أن الاقتصاد التركي كان يواجه متاعب منذ فترة بسبب ارتفاع التضخم وضعف الليرة. ومنذ مطلع العام الجاري فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار واليورو، تزامنا مع الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن وتزايد المخاوف في السوق التركية.
أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني بإرسال المزيد من القوات إلى مدينة غزني الواقعة تحت الحصار لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أن شن مئات من مقاتلي طالبان هجوما على المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية. وكان الرئيس الأفغاني عقد اجتماعا طارئا الليلة الماضية للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المدينة. ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان في الجيش الأفغاني أن جميع المواقع الاستراتيجية لمدينة غزني أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الأفغانية، إلا أنه أشار إلى أن القوات الأفغانية تواجه عقبات أثناء عمليات التطهير، حيث اتخذ المسلحون مواقع داخل المنازل والمتاجر والمجمعات المدنية الأخرى. قالت منظمة إغاثة أوروبية إن العديد من السفن تمر على قوارب تحمل مهاجرين في البحر المتوسط بدون أن تقدم لهم يد العون. أضافت المنظمة أنه بسبب رفض إيطاليا ومالطا مؤخرا السماح لسفن إنقاذ تحمل مهاجرين بالرسو، فقد تحجم السفن عن القيام بمهام إنقاذ نظرا للمجازفة البالغة المتمثلة في احتمال تقطع السبل بهم أو رفض رسوها في مكان آمن. في عرض البحر جنوب البحر الأبيض المتوسط العديد من السفن تمر على هؤلاء من دون أن تقدم لهم يد العون، ولكن بعد أن تقطعت بهم السبل انطلقت سفينة منظمة SOS ميديترينيا أكواريوس المزودة بالقارب المطاطي من أجل عملية التحقق بعد تقديم حرس السواحل الليبي معلومات للسفينة أكواريوس عن موقع زورق مطاطي أبيض صغير على متنه 10 أشخاص يتوجه شمالا. نحن نتجه الآن شمالا لبضع ساعات على أمل إيجاد مكان آمن للأشخاص الذين أنقذناهم قبل يومين. لدينا الكثير والكثير من الضعفاء، العديد من الأطفال القُصّر، لذلك نأمل أن نتمكن من الهبوط منها بأمان. منظمة SOS ميديترينيا قالت إنه بسبب رفض إيطاليا ومالطا مؤخرا السماح لسفن إنقاذ تحمل مهاجرين بالرسو، فقد تحجم السفن عن القيام بمهام إنقاذ نظرا للمجازفة البالغة المتمثلة في احتمال تقطع السبل بها أو رفض رسوها في مكان آمن. العديد من القوارب، العديد من السفن التجارية الذين أنقذوا الناس تقطعت بهم السبل في البحر لأيام وأيام، لذلك اليوم يمكننا أن نرى أن السفن تغير مسارها حتى لا تقدم المساعدة. وبالرغم من أن وتيرة وصول المهاجرين الذين تم إنقاذهم من ليبيا تراجعت بشكل حاد هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، فإن نحو 600,000 وصلوا إلى الموانئ الإيطالية في السنوات الأخيرة القليلة، لكن مع الحملة التي شنتها روما فإن السفن التجارية باتت عرضة للمخاطرة بالبقاء أياما في عرض البحر دون الحصول على تصريح رسو وعاجزة عن القيام بأعمالها. اتفقت الكوريتان على عقد قمة بينهما في بيونغ يانغ في سبتمبر حسبما أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية. وعقد مسؤولون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثات رفيعة المستوى في قرية بامونغوم الحدودية اليوم لمناقشة موضوع القمة. وستكون هذه هي القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي مو جان إن والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وفي حال توجه مون جي إن إلى بيونغ يانغ فستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كوري جنوبي عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات. بدأت عمليات فرز الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مالي والتي جرت أمس وشهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين وهجوما لمسلحين أدى إلى مقتل أحد مسؤولي الانتخابات. ومن المتوقع أن يفوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا البالغ من العمر 73 عاما بفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات على الرغم من عجزه عن كبح العنف العرقي وأعمال العنف. وقع رؤساء دول روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان اتفاقا تاريخيا يحدد الوضع القانوني لبحر قزوين الغني بالموارد، وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت 20 عاما. يضع الاتفاق تسوية لخلاف طويل الأمد حول ما إذا كان بحر قزوين المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم
بحرا أم بحيرة، ما يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة، وليس من المتوقع أن ينهي الاتفاق الجديد كل الخلافات بين تلك الدول، لكنه سيساعد على تهدئة التوتر القائم بينهم منذ فترة طويلة في المنطقة التي تضم احتياطات هائلة من المحروقات تقدر بنحو 50 مليار برميل من النفط وحوالي 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. اندلع حريق بمستشفى في تايوان أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 من بينهم 10 في حالة خطيرة، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على سبب الحريق. وقال رئيس الوزراء ويليام لي إن وزارة الصحة تشرف على جهود الإنقاذ في المستشفى بعد إخماد الحريق. اندلع الحريق في الطابق 7 المخصص لرعاية المسنين، حيث تم نقل المرضى خارج المبنى على أسرتهم إلى سيارات الإسعاف. أختام نشرتنا الإخبارية تذكير بأبرز عناوينها. قمة مصرية يمنية اليوم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد ربه منصور هادي بالقاهرة. تواصل جهود البحث عن ناجين في انفجار بمستودع أسلحة في محافظة إدلب السورية آخر معقل للمعارضة المسلحة. البنك المركزي التركي يعلن توفير السيولة الضرورية في ظل هبوط قياسي في قيمة الليرة على خلفية التوتر مع واشنطن. نهاية النشرة، إلى اللقاء.